مساء الخير. مساء الخير ل 49.9% من سكان اليمن في يومهن العالمي. الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، وهو ثالث يوم عالمي للمرأة يمر على اليمنيات وهن يعانين آثار الانقلاب وما صاحبه من مآسٍ وكوارث لا حصر لها. مساء الخير لملايين النساء اليمنيات اللواتي عشنا تحت خط الفقر على حافة المجاعة، محرومات من كل حقوق الإنسان. مساء الخير لمئات الالاف من اليمنيات اللواتي يعانين الامراض ويحرمن ويحرمن من الرعايه الصحيه اللازمه وتتسرب صغيرات السن منهن من التعليم بسبب اغلاق المدارس او دمارها. مساء الخير لالاف اليمنيات اللواتي يقضين نصف اعمارهن في طريق جلب الماء او البحث عن ضروريات الحياه في ارياف لم تصل اليها الخدمات ابدا ومع ذلك وصلتها الحروب وتسببت بنزوح عشرات الالاف منهن. مساء الخير لأمهات المختطفين والمعتقلين في سجون الانقلاب اللواتي قضين يومهن العالمي على أبواب السجون ينتظرن السماح لهن بزيارة أبنائهن مساء الخير لأمهات المقاومين على طريق سعادة الدولة وبناء اليمن الجديد مساء الخير للمرأة اليمنية في كل مكان أعزائي المشاهدين واقع المرأة اليمنية في يومها العالمي هو موضوع حديثنا لهذه الحلقة من المساء اليمني تنضم لي هنا في الاستوديو للنقاش مخرجة الافلام الوثائقيه الاستاذه هناء صالح، اهلا بك استاذه هناء، مساء الخير. اذا مشاهدينا الكرام نبدا الحديث لكن بعد ان نتابع واياكم هذا التقرير. في يومها العالمي لا تعرف المراه اليمنيه هذه الذكرى ولا يمر هذا اليوم على سماء اليمن المكتئب ونسائها القابعات في جوف الحرب. وحدها فصول المعاناه من تشكل حياتهن منذ عقود وليست الحرب الاخيره فصلها الاول ولن تكون الاخيره لكنها الاقسى والامر بحسب تقارير حقوقيه بالاعتقال والاعتداء النفسي والجسدي وبالمطاردة وبالتعذيب والقتل احيانا تعيش المراه اليمنيه حالها في ظل سلطه الانقلاب بموازاه تلك الصوره القاتمه التي خلفتها حرب الميليشيا كانت المراه قوس قزح حيث انطلقت تلون بألوان الطيف ما أفسدته الحرب، فكانت الأم الثكلى التي نسجت من دموعها رداءً يليق بدفء أبنائها في برد النزوح واللجوء، وكانت الرافعة الاقتصادية للكثير من العائلات بابتداعها المشروعات المنزلية الصغيرة، وكانت رائدة العمل الإنساني الإغاثي. الحرب التي تقودها الميليشيا على الدولة فاقمت من وضع المرأة بشكل مريع حيث تسببت في قتل وجرح أكثر من 1500 امرأة فيما فقدت أكثر من أربعة آلاف امرأة أخرى عائلها الوحيد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أكد في تقرير له تسبب الحرب بنزوح وتشريد أكثر من مليون ونصف مليون امرأة إلى مناطق أخرى داخل البلاد في وقت بلغت فيه حالات العنف ضدهن نسبه 70%، منظمات حقوقيه عديده رصدت قيام الميليشيا بالاعتداء على النساء بشكل مباشر في اكثر من مسيره احتجاجيه تطالبهم بالافراج عن ابنائهن المعتقلين والمختطفين في سجون الميليشيا. الى جانب الحرب يمثل الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع على مدينه تعز معاناه اخرى للعديد من النساء. حيث ذكرت منظمه هيومن رايتس ووتش في تقرير لها ان انعدام متطلبات الحياه الاساسيه اجبر الكثير من النساء على مغادره منازلهن والنزوح الى مناطق اخرى ما فاقم من الحاله النفسيه للكثير منهن ويرى مراقبون انه بعد مرور نحو عامين ونصف من الانقلاب نالت النساء النصيب الاكبر من الاضطهاد والتنكيل والترهيب من قبل الميليشيا في المدن والمؤسسات التي يسيطرون عليها حيث سجلت العديد من التقارير حالات اعتداء على نساء في العديد من المؤسسات، في مسعى تهدف من خلاله للتضييق على المرأة وإعادتها قسراً إلى المنزل، والقضاء على أي نشاط مجتمعي أو سياسي لها. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وكذلك بالأستاذة هناء صالح مخرجة الأفلام الوثائقية، ضيفتنا في الاستوديو اليوم، أهلاً بك أستاذة هناء. أهلاً وسهلاً استاذ هنا اذا ما بدانا بسؤال عام اين المراه اليوم المراه اليمنيه في يومها العالمي اين هي الان ما وضعها المراه اليمنيه ما زالت كعادتها في ساحات النضال بمختلف المجالات الحقوقيه والسياسيه والاجتماعيه والصحيه وكافه المجالات ما زالت المراه اليمنيه تواصل دورها في النضال السلمي كانت تناضل ضد المخلوع علي عبد الله الصالح الى ان تم ترحيل علي عبد الله الصالح وما زالت الان تواصل النضال ضد الانقلاب الانقلاب على الثوره التي قادتها ايضا المراه اليمنيه ما زالت المراه اليمنيه تناضل سلميا ضد هذا الانقلاب عبر وسائل مختلفه وابرزها جمعيه امهات المختطفين ما زالت المراه اليمنيه ايضا آه آه أنا أسفة ما زالت المرأة اليمنية أيضا آه آه تواصل نضالها في ترميم آه سمعة الإنسان اليمني الذي ما فتع آه المخلوع في آه في تدمير هذه السمعة التي هي آه آه أو في تدمير هذا الفكرة الفكره يمني. للانسان اليمني التي هي اهم ما يمتلكه الانسان اليمني ما فتئ ان يقول في كل فرصه تسمح له بان هذا الشعب هو قنبله موقوتة وان هذا الشعب اليمني المصدر للارهاب. المراه اليمنيه هي من اوصلت الانسان اليمني الى كافه دول العالم، واوصلت الانسان اليمني في ابهى صوره. فالمراه اليمنيه في داخل اليمن هي من ايضا تحافظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي الذي تصدع بفعل علي عبد الله صالح، بدا في اثناء الثوره اليمنيه، بدا فعلا ان يهدم هذا النسيج، وبدا ايضا ان يستهدف سمعه المراه اليمنيه عندما بدا بفكره الاختلاط في الساحات وما الى ذلك وعبر جنوده ايضا كان هناك كثير من الشائعات المراه اليمنيه الذي يحاول فعلا أنه يضرب المراه اليمنيه في اعز ما تملك اصلا و و وكان يظن لفتره أنه او لوهله وهو وهذا ما اثبت خطاه عندما انبرأ لكي يدافع عن المراه اليمنيه الرجل قبل المراه فبالتالي المراه التي خرجت تناضل ضد علي عبد الله ضد المخلوع علي عبد الله صالح سلميا هو حاول ان يضرب سمعتها في مقتل وهذا من ابشع الاشياء التي ممكن ان يعملها الدكتاتورين على الاطلاق هو تحويل سمعه وصورة الشعوب إلى أبشع صور بحيث ما زلنا إلى الآن نعاني من هذه الصورة التي روجت على مدى سنوات كثيرة كي يروجها رئيس عن بلده يروجها رئيس عن شعبه بأن هذا الشعب أنا أنا فقط من أمسكه عن العالم وإلا إذا لم أمسكه أنا بهذه الطريقة سوف يتحول إلى قنابل موقوتة تنفجر في بلدانكم طيب الآن بعد يعني ما تفاعل يعني ت كبر الأمر أصبح هناك انقلاب شاركت ميليشيات الحوثي في هذا الانقلاب أيضا بغض النظر عن من يقود هذا الانقلاب هل أثر ذلك بالنسبة للمرأة اليمنية؟ هل أثر ذلك بالنسبة لتفاعلها مع المشهد السياسي والاجتماعي بداخل البلد؟ بالعكس المرأة اليمنية ما زالت تحمل أجمل صفات الهوية اليمنية انسانه لا تخضع للابتزاز انسانه الظروف المحيطه كلما ازدادت سوءا كلما قادها ذلك الى كثير من الاصرار وهذا ما اثبتته ايضا المراه اليمنيه اذا تحدثنا بغير الكلام الانشائي تحدثنا بلغه الارقام التي لا تكذب المراه اليمنيه دونا عن الرجل اليمني الذي كنا له ايضا احترام حصدت على كثير من الجوائز انا لا اتكلم هنا عن جائزه نوبل الغنية عن التعريف ولكن اتكلم عن كثير من الجوائز في عده مجالات فالمراه اليمنيه هي حصدت كثير من الجوائز وهنا الموضوع لم يكن يختزل في موضوع الجائزة ولا الانتصار الشخصي بل بالعكس كانت المرأة اليمنية في كل فرصة هي تسوق عن الرجل اليمني عن المرأة اليمنية بأنه نحن شعب حضاري ونحمل فكرة السلام ليس لليمن فقط ولكن للعالم بأسره نعم طيب دعينا نشرك معنا في الحوار أستاذة هنا السيدة دانيا طاهر الناشطة الشبابية تنضم لنا عبر الهاتف أهلا بك أستاذة دانيا اهلا فيكم استاذة دانيا هذا يعني هذه المناسبة اليوم العالمي للمرأة تمر على اليمنيات للمرة الثالثة وهن يرزحن تحت وطأة الانقلاب البلد بأكمله يمر تحت هذه الوطأة كيف مرت هذه الأعوام أو المناسبات الثلاث على المرأة اليمنية هل برأيك استطاعت تجاوزها بالتعاون مع شريكها في الحياة الرجل في الحقيقة المرأة اليمنية اليوم في اليوم العالمي المرأة تعمل أو تسعى جاهدةً لإيصال رسالة المطالبة بوطن خالي من الحرب. يعني بحكم الظروف التي الآن هي عايشة من الصحة والحروب والأوضاع الاقتصادية المنخفضة وكل ما تمر به ما يمر به الوطن الآن هي تسعى جاهدة للمكافحة وللنضال. مع شريكها الرجل وايضا احيانا هناك نساء يعني من دون من دون الرجل. المراه اليمنيه هنا في هذه الحاله تسعى الى ان تعمل ان يعني الى ان تحمل او رساله عظيمه وتعرضها وتريد ايصالها الى حقوق الانسان او المنظمات العالم المجتمع المدني في العالم باكمله وتخبره اننا انا المراه اليمنيه هنا ما زلت صامده وما زلت أعيش يعني وأكابر وأسعى إلى إيجاد كل ما يعني أستطيع إيجاده أو فعله سواء كان لأهلها أو لأبنائها لأنه قد يكون رب الأسرة هي الآن في مح في يعني مكان الرب الأسرة يعني مكان الأب مكان الأخ, مكان الأخ مكان الأخت وهي المرأة الآن تمثل مركز المجتمع في نعم طيب لكن بشكل عام الآن أنت ناشطة شبابية أيضا أستاذة دانيا وأيضا تتحدثين لنا من الصنبول إذا كانت هناك غربة للمرأة في ربما فاقمها وضع الإنقلاب الأمر مر على جميع اليمنيين لكن الغربة بالنسبة للمرأة هل كانت سهلة أكثر خصوصا نحن نعرف الخصوصية المجتمعية بالنسبة لليمن هناك ربما بعض المخاوف تكون بالنسبة للأهالي وما شابه كيف كانت هذه التجربة بالنسبة لك؟ صحيح أن الفتاة اليمنية أو المرأة اليمنية يعني بشكل عام تعيش في بيئة قد تكون قد تكاد تكون منغلقة لكنها بإرادتها تستطيع أن تتجاوز وتتخطى كل هذه الحدود يعني في اليمن كان هناك نوع من التقيد والانغلاق نوعا ما ليس انغلاق السلبي ولكن انغلاق نوعا ما قد لا نجده الآن هنا في يعني اسطنبول. المرأة اليمنية في الغربة حاولت زاهدة أيضا إلى أن تثبت نفسها في دراستها وفي عملها في حياتها وأرادت أيضا إيصال رسالة إلى العالم أو إلى المجتمع اليمني بشكل خاص أن أنا المرأة يعني محافظة على عقيدتي وعلى يعني عادتي وعلى تراثي حتى وإن كنت في الغربة يعني الـ في الوضع الراهن حاليا المرأة اليمنية تمثل محور لكل النساء العربيات تقريبا هذا من نظري يعني لأنها هي من تسعى جاهدة لأن تثبت نفسها في كل الأحوال سواء كانت في داخل الوطن أو في خارجه لأن في داخل اليمن أيضا يعتبر هناك غربة يعني بحكم الأوضاع الآن التي هي تعيشها والظروف التي تعانيها وتمر بها هذا ايضا يعتبر نوع من انواع الغربه يعني الغربه ليست فقط ان يذهب الفرد الى خارج البلاد ويقترب لا ايضا الغربه قد تكون داخل البلاد لانه لا تتوفر وسائل المعيشه الحياتيه اللازمه لنا كانسان او كبني ادم يعني يريد ان يعيش حياه طبيعيه كاي بشر في بقاع الارض يعني طيب الان يعني في يعني ساخذ اكثر وساخوض في موضوع الغربه بشكل اكبر لانك انت في اسطنبول وهذه ربما تجربه فرضتها بشكل اكبر حاله الانقلاب التي حدثت في البلد، هل كانت هناك صعوبات من حيث التعامل مع المجتمع اليمني حين التواصل حين يعني الحديث سواء يعني بما يتوقع المجتمع أنه يحدث في بلد في غربة في بلد منفتح ربما هل كانت هناك إشكالية من هذا النوع؟ في الحقيقة بالنسبة لي لم تكن هناك إشكالية لأنه عند يعني أول وصولي في البداية طبعا إلى إسطنبول كان لا يوجد الكثير من اليمنيين هنا في إسطنبول لكن كانت المعضلة أيضا في حكاية أن أن الفتاة اليمنية كيف ستواجه المجتمع الأجنبي أو بعاداته وتقاليده المختلفة يعني أنا كفتاة هنا جئت للدراسة و خرجت لأماكن يعني منفتحة كان هناك نوع من الصدمة الثقافية خلينا نقول لكن الصدمة الثقافية هذه يعني تحللت بمجرد اندماجي في هذا المجتمع يعني ومعرفتي ما يريد يعني هذا المجتمع مننا كأفراد بالمقابل أخذت منهم يعني ما أريد وبالأخير يعني حصل الاندماج هذا الاندماج الايجابي يعني واستفدنا منهم واستفادوا مننا يعني اذا اشكرك الاستاذه دانيه طاهر الناشطه الشبابيه كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول اعود الى الاستاذه هناء صالح استاذه هل كانت الحرب هي المشكله الاكبر التي عانت منها المراه في في اليمن ام ان الامر هو كان موجود يعني هي احد مظاهر كارثه كانت عميقه بداخل المجتمع اليمني او الوجدان اليمني هو بالمجمل الثورة اليمينية لم تأتي ترفا يعني ولا, ولا تقليدا كما كان يقول المخلوع لثورات أخرى يعني <applause> آه الشعب اليمني هو كان آه أولى الشعوب آه بعمل ثورة آه آه ضد آه نظام المخلوع علي عبدالله الله صالح نتيجة الأوضاع السيئة والمتردية جدا، التي كان يعاني منها جميع أفراد المجتمع اليمني، بطبيعة الحال المرأة هي أكثر تأثرا في 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 أوساط الفساد التي في الأوساط التي يعم فيها الفساد. المرأة اليمنيه وصلت إلى مستويات عالمية، لكن هذه المرأة ليست ليست كجوائز وتكريم ولكنها وصلت أعلى وفيات على سبيل المثال وليس الحصر أعلى وفيات للأمهات على مستوى العالم اليمن حصلت على المراتب الأولى في هذا الموضوع أما اليمن أيضا حصلت على المراتب الأولى في عدد الأيتام وقص على ذلك اليمن كانت المراتب الأولى في تردي الأوضاع الصحية بالمجمل وأيضا في انتهاكات حقوق المرأة وبالتالي أيضا وضع الطفولة لان احنا لا نستطيع ان نعزل هنا المراه, المرأة عن, عن 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 وضع الطفوله في في اليمن لانه هو هو بطبيعه الحال بيتاثر بوضع المراه المراه لانها هي راعيه ولان 70% من سكان اليمن هم ريفيين يعني هم من سكان الارياف فالمرأة اليمنية هي ريفية في اغلبها فبالتالي هذه المرأة هي ايضا تعمل في الحقول هي ايضا ترعى الاغنام هي ايضا ترعى ابنائها بالاضافة الى انها تموت غالبا بعد الولاده نتيجه انعدام الرعايه الصحيه الى ذلك اضف الى ذلك مشاكل كثيره منها الفساد السياسي والاجتماعي والصحي وكل الـ كل هذا الوضع السيء الذي كان يعم في اليمن كانت المراه هي الاكثر تاثرا به، ولا <applause> عجب ان المراه اليمنيه هي ايضا من اوائل من خرجوا وقادوا الثوره اليمنيه لكي يقولوا كفى لهذا الوضع. وصل الوضع مدى لم يعد يحتمل، كان هناك نضال بدأ من قبل ثورات الربيع العربي، كان هناك كثير من الدعوات لكي يقوموا بثورات سلميه، اليمن كانت فكرة الثورة حاضرة وناضجة وكانت المرأة تتداول هذه الفكرة، وكانت أيضا تعمل على على نطاق مجتمعي بانها تثور احيانا حتى على الظلم الاسري اللي كانت تواجهه، كانت الثوره اليمنيه متسع ومتنفس للمراه ايضا وللرجل اليمني. طيب لكن بالمقابل استاذ هنا هناك من يتحدث ان كان للمراه ايضا دور في مناصره بشكل او باخر مناصره ميليشيات الانقلاب، كانت هناك نساء ربما ناصرن الانقلاب بشكل كبير حاولنا أن يقومنا ببعض الفعاليات ومناصرة الانقلاب في الكثير من الأماكن والفعاليات الدولية برأيك هل هذا الأمر طبيعي أم أن هناك أجندة أيضا تفرض نفسها حتى على المرأة طبيعي يعني المرأة في الأخير هي إنسان يحمل الخير والشر يعني هي هي ليست ملك يعني التحدث عن المرأة بالإطلاق بالمجمل بأنها مرأة راعية للسلام هو صحيح بالأغلب لكنها ليست مطلقا ملاك يدعو دائما للسلام، وما اثبت لنا هذا الشيء النساء الناشطات التي اللائي يبررن الميليشيا تقتل الان الانسان اليمني بدون تفريق رجال او نساء. الان الوضع لم يعد يحتمل. فبالتالي المراه يجب ان تقود دورها الان في البحث عن السلام. نعم، يا استاذه هناء حتى شكرا. تمام، طيب في هذه النقطه كانت <applause> هناك العديد من المظاهر التي ايضا يمكن الحديث على ان الانقلاب قوض مسيره الكثير من اكتساب الحقوق بداخل يعني الحقوق المدنيه لصالح المراه، خاصه ان اليمن مرت بمؤتمر حوار وطني، كان هناك نوع من الاتجاه نحو دستور ودوله مدنيه تضمن حق اكبر للنساء، كيف قوض الانقلاب كل هذه الحقوق برايك؟ مؤتمر الحوار الوطني التجربه الرائده التي اعجب العالم بها وكانت فعلا نموذج بدا العالم يتحدث عنه كنموذج ممكن ان يطبق في عده دول اخرى خاصه الدول التي شهدت ثورات سلميه. المرأة اليمنية كانت حاضرة وبقوة داخل هذا داخل هذا المؤتمر داخل هذا الحوار وشكلت عامل توازن كبير جدا رفضت المرأة هذا المؤتمر بعقول مختلفة ومستنيرة وبكوادر لديها الخبرات أيضا وأيضا النساء من مختلف التوجهات كنا حاضرات ومع ذلك كنا اعتقد ان الاغلبيه كانوا متفقين على الخطوط العريضه فيما فيما يخص حقوق الانسان اليمني وايضا كانت ولاول مره في تاريخ اليمن انتزعت المراه حقوق تخص المراه في داخل مخرجات الحوار الوطني وداخل ايضا مسوده الدستور التي انقلب عليها التي انقلب عليها على حقوق المراه حقوق الشعب اليمني باجمع انقلب عليها هذا الانقلاب كانت خرجت الحوار الوطني بارقه امل لليمنيين وللمراه بشكل خاص وكانت ايضا تجربه ممكن ان تنفذ على مستوى واسع جدا للاسف قام الانقلاب بتقويض كل شيء طيب برايك يعني وجود نساء مناصرات للانقلاب بشكل او باخر خاصه من يعني الطيف غير المتحفظ او غير المحافظ لنقول بين قوسين الذي لا يلتزم فقط يعني بنوع من العقيدة المعينة هذا الأمر هل هو مبرر أو هل هو مفهوم في سياق ما يحدث برأيك؟ إذا فهمت سؤالك فيما يخص المبررين أو المبررات لحركة الحوثيين والميليشيا الحوثيين والانقلاب الحوثي وصالح أعتقد هناك عدة أسباب أولها هو الانتماء المذهبي الأعمى الذي تم تربيتهم عليه يعني هم للاسف التعصب المذهبي هو لا ياتي بين يوم وليله، هو ياتي نتاج تغذيه تغذيه ثقافيه مستمره من الطفوله الى الكبر، والفكره الاكثر غباء بان نحن نحن اصطفينا على الناس ونحن اصحاب الحق وما إلى ذلك من الأفكار الغبية التي لا أستطيع أن أتخيل مثلا امرأة تخرجت من جامعة في أمريكا تحمل هذا الفكر يعني أنت تتخيل أنه النساء يناصرن الإنقلاب الحوثي عفاشي أنه تفكر بهذه الطريقة وهي درست في أمريكا ودرست في أوروبا وتأتي لتتكلم عن الجينات المقدسة والحق الإلهي في السلطة وهذه الأمور حتى لو لم أو حتى تدعم هذا أو حتى تدعم أو حتى تبرر حتى يعني هذا معيب جدا يعني الفكرة هم لا يعملوا بهذه الطريقة الفجة الواضحة لأن هذا لم لم يعد يتلائم مع الخطاب الدولي فبالتالي هم يتكلموا عن امور اخرى ويتكلموا عن المد مثلا على سبيل المثال المد الوهابي او مثلا يتكلموا عن تفاصيل اخرى بينما ان هو المذهب الذي هم ينتموا اليه هو اكثر تسامحا مع الغرب واكثر بينما نحن شاهدنا يعني تجارب في دول اخرى تتبنى ربما ذات الرؤيه المذهبيه لنقل لكنها او رؤيه تجاه الحكم لكنها بالفعل كانت موصدة او وضعت الكثير من العراقيل في وجه المراه ليس كذلك صحيح فالان الفكره ما اريد ان اشدد عليه ان هو مثل ما هناك كثير من النساء وهن, وهن الاكثريه في ساحات النضال ما زلنا يناضلنا سلميا من اجل حقوق الـ الـ الانسان اليمني وليس المراه اليمنيه هناك قله من النساء اليمنيات وللاسف ما زلنا يعملنا في المحافل الدوليه يبررنا للانقلاب الحوثي عفاشي وهذا شيء معيب في دور المراه التي التي تساعد وتساند ميليشيا قوضت الدولة يعني أيا كانت هذه الدولة وفي الأخير لا يصح إلى الصحيح نحن نحتاج إلى دولة وفق هذه الدولة نحاول أن نعمل على ما اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني ومسوده الدستور التي مرأة خاضت فيها نضال كبير جدا ما. فأنا أتمنى أن هؤلاء النسوة يراجعن ضمائرهن قليلا يعني ما. طيب دعينا نشرك في معنا في الحوار من تعز الآن تنضم لنا السيدة وفاء الشيباني الناشطة الشبابية أهلا بك أستاذة وفاء أهلا وسهلا فيكم حياكم الله أهلا وسهلا أستاذة وفاء يعني في ظل انقلاب موجود على مسودة حوار ومسوده دستور لمخرجات حوار وطني جامع كانت فيها كثير من الحقوق لليمنيات، كان هذا الانقلاب وكانت هذه الحرب الشعواء على المدنيين في جميع مدن اليمن تقريبا. كيف يعني بتجربه بتجربه من تعز من داخل اليمن، كيف تعاملت المراه مع هذه الاعوام التي مرت من منذ فتره الانقلاب الى الان؟ طيب اولا مساكم خير واحب ان اهني المراه يعني كل النساء في اليوم العالمي للمراه طبعا نحن في اليمن منذ سنتين تقريبا من بدايه الانقلاب عاشت المراه ماساه حقيقيه يعني تعيش المراه المعاناه بكل معانيها بنت في اليمن تعاني في المدن والارياف في ظل انقلاب يعني على الدولة انقلاب لاخذ وسلب كل حقوق اليمنيين بشكل عام وبالذات حقوق المرأة لانها هي التي ما زالت الى الان منذ سنتين تعاني تفقد الاب وتفقد الزوج وتفقد الاخ وتفقد الابن ايضا آه ايضا عانت المرأة اليمنيه آه كل اساليب القمع والارهاب والتشكيك من منذ سنتين يعني ونحن نناشد سلميا ايضا اخرجوا المعتقلين كي تنعم النساء وتستريح يعني على الاقل يعني أه. لا الى الان الامهات الى الان يعانين في في اليمن لم يستطيعوا ان يروا اخوانهم او ابنائهم وازواجهم المعتقلين والمخفيين قسرا يعني معاناه بما بما تعنيه الكلمه المراه عانت ايضا وتعذبت في الطرقات انتهكت حقوقها في كل الاماكن في المدارس، في الجامعات، في في الارياف ايضا طيب استاذه آه وفاء حدثينا مثلا الان عن نماذج والمعذره على المقاطعه عن نماذج لتجارب استطاعت بهن النساء من خلالها ل تربيه اولادهم في ظل هذا الوضع الصعب وكذلك الايفاء باحتياجات المنزل خصوصا ان غالبا سيكون الرجل في هذه اللحظات منشغلا في اماكن اخرى، منشغلا في اما ان يكون في يعني مع المقاومه والجيش الوطني في جبهه قتال او انه يعني مغترب او انه مفقود او ما شابه. رغم ان المراه يعني ذكرتها قبل قليل في المعاناه والماساه الا انها صمدت واستطاعت ان تصنع قوه حقيقيه على الميدان وفي الواقع ايضا استطاعت ان 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 تقوم نعم استاذة استطاعت المراه ان تقوم بدور الاب والاب والابن والاخ ايضا استطاعت ان ان تحتضن بكل قوتها ما استطاع يعني ان تحافظ على البيت وان تحافظ على قوتها لتدعم استاذ وفاء اذا يبدو ان هناك خلل في الاتصال من المصدر على كل حال مشاهدينا الكرام سنذهب الى فاصل قصير بعده نستأنف النقاش في حلقة اليوم من المساء اليمني تفضلوا بالبقاء اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام نعود للنقاش مع الاستاذه هناء صالح مخرجه الافلام الوثائقيه وفي هذه النقطه تحديدا ساسالك استاذه هناء انت اعلاميه كيف كان يعني حضور المراه اليمنيه على مستوى الاعلام سواء المحلي على مستوى الاعلام الدولي خلال هذه الفتره التي كانت تعاني منها صعوبات كثيره في ظل الانقلاب على الدستور ومخرجات الحوار الوطني الجدير بالذكر في في موضوع المراه في الاعلام انه الثوره الشبابيه السلميه اظهرت كثير من النماذج التي نفخر بها فيما يخص المراه وايضا فيما يخص الرجل والشباب اليمني اظهرت ابدت عن أجمل ما في الإنسان اليمني سواء كان عن الرجل أو كان عن المرأة أنا هنا لا أستطيع أن أعزل المرأة عن عن الرجل اليمني لكن نعم. هي خصوصية ولكن اليوم. خصوصية المرأة اليمنية لأن لأنها هي كانت عنصر المفاجأة في الثورة اليمنية لأن كانت صورة المرأة اليمنية أسوأ من صورة الرجل اليمني فبالتالي فكانت فعلا المرأة اليمنية عنصر المفاجأة الأبرز داخل الثورة جنبا إلى جنب في عنصر السلميه الذي لم يكن احد يتخيل هذا الشعب المسلح الذي يمتلك السلاح اكثر من ما يمتلك الغذاء فبالتالي كان هناك كثير من عناصر المفاجاه داخل الثوره اليمنيه. طيب هل انعكست هذه الصور يعني كتقييم لك هل انعكست في وسائل الاعلام سواء بالنسبه لبقيه الدول في الاقليم بالنسبه لدول العالم؟ بالتاكيد انا تابعت وعديت تقرير فيما يخص الاعلام الدولي ونظرت ونظرته للثورة اليمنيه وبلا استثناء الجميع تحدث عن المرأة اليمنيه وكانوا ابرز ما كان يثير استغرابهم ان المرأة التي تبدو محافظه كثيرا كانت جنبا الى جنب مع الرجل في الميادين وتنام وتأكل جنبا الى جنب الى اخيها الرجل فكان ايضا هذا مثار انه كيف هذه المرأة التي تغطي وجهها وكامل جسدها ويبدو عليها انها محافظه حافظة جدا يعني انها من النوع التي لا, لا تمارس اي انشطه اخرى، لا لم يكن الوضع كذلك، بالعكس المراه خرجت الى ساحات الثوره وعملت في كافه المادة لم تكن فقط تشارك في في المسيرات، لا كانت المراه هي الحاضر الابرز في المستشفيات الميدانيه كانت المراه هي الحاضر الابرز ايضا في صنع المواد الاعلاميه سواء كانت تقارير تلفزيونيه او افلام وثائقيه وما الى ذلك، كانت ايضا المراه هي الابرز في الخدمات داخل الساحه، كانت المراه هي الاحن ايضا على ذلك، وعلى سبيل المثال الصوره التي فازت في عام 2011 صورة وثائقية كانت لامراه لام تحتضن ابنها الجريح، فكان كانت الصوره تتحدث عن عن الام خلاصه هذه التجربه بالضبط يعني فالفكره انه المراه اليمنيه هنا كانت هي الابرز في كافه المجالات لا استطيع ان اتحدث طيب هل هل عكس الاعلام بشكل منصف؟ يعني انا اريد هنا تقييم تقييمك للاعلام وكيف اظهر المراه لنتجاوز فتره الثوره الشبابيه لما بعد الانقلاب الان، هل انصف الاعلام؟ معاناة المرأة هل عكس بالفعل التجارب الصعبة والمريرة الكثيرة التي مرت بها ونحن شاهدنا الكثير من يعني التجارب تحدثت الضيفات تواليا عن كثير من التجارب هل كان منصفا؟ لم يكن منصفا بما يكفي خاصة فيما يتم الآن من نضال سلمي لأمهات المختطفين هذا على سبيل المثال وليس الحصر كآخر التجارب كأبرز التجارب يعني هؤلاء الأمهات ما زلنا يخرجنا في نضال مستمر ودوري وسلمي في ظل انقلاب لا يعرف الرحمة ما زلنا هنا من أجل حقوق الأسرى المختطفين لدى سجون الميليشيا والمخلوع ومع ذلك أين الإعلام من من هذه الحركة النسوية ويجب أن تعرف أن أن من يقوم بهذا النشاط هن أمهات مكلومات على أبنائهن وهن يعرفن تماما ويدركن تماما بأن أبنائهن يتعرضوا للتعذيب وأيضا لا يحصلوا على الرعاية الصحية ومعظمهم يشكون من أمراض صحية بعضها مزمنة وبعضهم معرضين لأمراض وللإعاقة فبالتالي المرأة في ظل والأم بشكل عام في ظل هذا الوضع في ظل صورة مخيفة لأبنائهن داخل السجون النضال يعني فعلا مدرسه المراه اليمنيه مدرسه في في النضال السني مدرسه في في الكفاح مدرسه في الصبر يعني فبالتالي الاعلام لم يعطيهن ابدا حقهن حقه. طيب في انت تطرقت لاحد النماذج البارزه الان ربما هي الفعاليه المدنيه تكاد تكون الوحيده بداخل المناطق التي تقع تحت سيطره الانقلابيين اذا ما استثنينا يعني ما يقوم به النقابيون في جامعه صنعاء هي رابطة أمهات المختطفين تقوم بجهود كثيرة للتذكير ويعني استذكار وشد همة الناس نحو قضية المختطفين داخل سجون ميليشيات الانقلاب هذه التجربة كيف يمكن برأيك أن تحظى بالمزيد من تسليط الضوء ما هي الوسائل المتاحة حتى تصل كتجربة مدنية في ظل الانقلاب الذي يمارس وما زالت ميليشيات الحوثي تقوم به. بالمناسبه احب ان الفت انتباه انتباهكم بانه ليست فقط هنا امهات المختطفين من يقوم الان من يقوم الان بالنضال السلمي هناك نساء داخل اليمن وداخل المناطق. المغتصبه من الحوثيين يعني احنا نتحدث عن ما يبرز الاعلام كصوره اكبر كفعاليات مدنيه منتظمه من بالضبط الحال. يعني هناك ما زالت المراه مثل ما تحدثت الحامل المشروع النضالي ايضا على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وهذا وهذا مهم جدا يعني وان كان نحن بلغه العالم ما زلنا مقصرين كثيرا، نحن نتحدث ونخاطب انفسنا اكثر مما نخاطب العالم، وهنا مشكله كبيره فيما ينشط الحوثيين واصحابهم واتباعهم في المجتمع الدولي، وهنا في الكفه ترجح لهم مع الاسف. ايضا المراه مثل ما تحدثت هي ما زالت تحافظ على النسيج الاجتماعي الذي سعى الحوثي والمخلوع تدميره طائفيا تدميره حتى حزبيا وكافه الامكانات التي ممكن ان ان يصلوا لها لانهم هذا ما يريدوه يعني فبالتالي المراه تناضل في في ساحات كثيره ما زالت المراه تداوم بالرغم من انها لا تستلم الرواتب من اربع وخمسه اشهر تداوم في المستشفيات في المدارس وايضا تقاوم ظلم أظن... الإدارات الحوثي داخل هذه المؤسسات ضدها عندما يتأكدوا بأنها ليست معهم ليست في صفهم أيضا نحن شاهدنا نموذج في يعني الفعالية النقابية لجامعة صنعاء كانت هناك الكثير من الدكاترة التي لا بأدوار كبيرة بالضبط موجود هذا موجود هذا الحراك في كثير من المؤسسات ولكن التكتيم الإعلامي وأيضا فرض القوة على الإعلام والغير موالي للحوث وصالح ايضا لانه حتى لو حاولت التصوير بتليفون موبايل ياخذوك ويسجنوك ويعتقلونك وما الى ذلك من طيب في ظل هذا الوضع، كيف برايك يمكن نقل هذه التجارب بشكل اكبر الى الاعلام الدولي، خاصه ان الاعلام الراي العام العالمي عموما يهتم كثيرا ب نحن نتحدث عن الراي العام، يهتم كثيرا بموضوع حقوق الانسان، حقوق المراه وما شابه، وهذه التجارب هي يعني تقتل في يعني تدخل في صميم هذه الامور صحيح يعني هنا هنا نحن نتحدث الى كل كل من يحمل مشروع الدوله المدنيه الدولة التي حلمنا فيها والدولة التي انقلب عليها الحوثي والمخلوع هنا أتحدث إلى كل الناشطين هنا أتحدث إلى كل من شارك في الحلم بأننا يجب أن نتوقف عن الحديث لأنفسنا <applause> نحن الأمور حسمت من مع الدولة من مع الشرعية من مع, الشرع من مع الدولة مع و... الدولة ومن مع الانقلاب مع الانقلاب اعتقد لم تعد القناعات تختلف كثيرا الان نريد ان نتحدث الى المجتمع الدولي لانه مثل ما تحدثت قبل قليل الكفه ترجح في موضوع المجتمع الدولي الى المناصرين والى اتباع الحوثي الذين تعلموا في الجامعات في جامعة أمريكا التي يدعون ليل نهار بقتلها وإلى الجامعات الأوروبية إلى الدولة التي صرفت عليهم أموالا طائلة لكي يتعلموا في الخارج والآن يقوضوا هذه الدولة ويبرروا لميليشيا تحكمنا وتنقلب على الدولة التي دفعنا دماء أبنائنا يعني لم تكن هذه الدولة التي وصلنا لها كانت تعاقب طبيعي للدوله وصلت الى ايدي الحوثيين ولكن هم هم انقلبوا هم انقلبوا على تضحياتنا وانقلبوا على الدوله التي وصلنا لها وعلى التداول السلميه للسلطه وعلى كثير من المعاني التي دفعنا من اجلها الكثير دماء وغير الدماء وايضا اعمارنا ايضا أبناءنا ايضا دفعنا لا. نستطيع ان نقول كثير من الناس خسروا كل ما لديهم خسروا من اجل هذه الدوله وفي الاخير ياتوا يقطفوها هكذا جاهزه بأي حق يعني طيب دعنا دعينا نشرك بمعنى أستاذة هناء الأكاديمية اليمنية في اسطنبول السيدة سارة أرسلان أهلا بك أستاذة سارة أهلا وسهلا حياكم الله أستاذة سارة هناك مكتسبات كثيرة اكتسبتها المرأة في مؤتمر الحوار الوطني كانت يعني مقيدة كحقوق لها في الدستور برأيك هل هذه المكتسبات جديرة بأن تدافع عنها المرأة بشكل أكبر في ظل انقلاب على هذه المسوده وعلى البلد وعلى الدوله اليمنيه برمتها اكيد والله يعني الوضع المراه اليمنيه انقلب راسا على عقب يعني من قبل من قبل مؤتمر الحوار وبعد مؤتمر الحوار كان المتوقع انه تحصل نهضه ويحصل يعني يحصل تغير كبير في في خارطه طريق المراه اليمنيه في اليمن آه لكن الانقلاب آه يعني آه غير الواقع هذا الى واقع آه ماساوي سوداوي آه كلنا يعني نعرف اليوم المراه اليمنيه كيف بالاصح كلنا عارفين كيف كانت المراه اليمنيه يعني معروف عندنا انه المراه في اليمن هي يعني معوله ويعني تسند يعني تستند على ظهر رجل كان آه زوجها او والدها او او اخوها في من يعولها في من يهم لها ويهتم بها اليوم أصبحت هي للأسف هي اللي يعني من يعني يتعكز عليها تقوم بهذه الأدوار كلها بالضبط صحيح يعني اليوم المرأة اليمنية أرملة أو زوجها مش موجود إما مقاوم أو يعني ملاحق و يعني هارب من المنطقة لثانيه هي تشوف الاولاد وهي من تدب لقمه العيش لا. وكمان هي اللي اليوم يعني اللي تفاوض مثلا يعني صاحب الـ 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 الايجار اللي ساكنه فيه انه لو ياجل دفع الايجار لو يعني اتحطت في مواقف صعبه جدا جدا وكلنا نعرف ان دي المواقف يعني طيب. ليست مناسبه اصلا لوضع المراه في اليمن طيب استاذه ساره الان ميليشيات الحوثي قامت حتى بملشنه المجتمع، شاهدنا كثير من النساء يخرجن او على الاقل يخرجن في تاييد مسلح ضد الدوله والشرعيه، برايك هذه الظاهره هل ستنتهي بانتهاء فعل الانقلاب ام ستترك اثرها مستقبلا وبعجاله اذا سمحتي؟ ما ما فهمت عفوا عندي السؤال من جديد قلت ان ميليشيات الحوثي قامت ب يعني ملشنه المجتمع بشكل او باخر ومن ضمنهن النساء، شاهدنا الكثير من او عدد من الفعاليات التي خرجت بها المراه مع ميليشيات الانقلاب بالسلاح كظاهره مسلحه، برايك هل هذه الملشنه ستظل الى ان يعني ام انها ستنتهي بانتهاء فعل الانقلاب؟ اتوقع انه ينتهي يعني هذه ليست سلوكيات المره اليمنية يعني هذه مش مش سلوكياتنا ما فيش امراه تخرج يعني مسلحه و... يعني ظاهره غير طبيعيه و... واعتقد مثلها مثل كل الظاهر كل الظواهر اللي موجوده الان في الشارع اليمني آ... اللي هو يعني معروف اليمن الكرامه والشهامه اليوم للاسف يعني نفقد كثير من شهامه الرجال عندنا طبعا اقصد فيهم الحوثه اكيد ف واتوقع انه بعد اه. الانقلاب كل شيء يرجع لحاله لكن أكيد إنه يعني لا. في آلام نفسية في مشاكل يعني بقت و... و... وتستمر يمكن لفترة عند الأطفال وعند النساء خاصة لا. وأيضا عند باقي شرائح المجتمع إذا الأكاديمية اليمنية في اسطنبول الأستاذة سارة أرسلان كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول شكرا جزيلا لك بدقيقة أو بأقل أستاذة هناء المستقبل بالنسبة للمرأة اليمنيه كيف سيكون؟ المستقبل هو للمرأة اليمنية لأنها هي صانعة الحاضر وهي تثق بنفسها تماما وهي على ثقة بأنها جالبة السلام لليمن وللعالم وهذا ما أثبتته الثورة الشبابية السلمية وهذا ما ستثبته الأيام، ليس كلاما إنشائيا ولكن كلام يؤكده الحاضر وسنراه قريبا إن شاء الله. شكرا لك اذا استاذه هنا صالح مخرجه الافلام الوثائقيه كنت معنا في حلقه اليوم كما هو الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي انا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي وعبد الرقيب الاباره وجميع افراد الطاقم الفني الى اللقاء